انطلقت الدورة الأولى من التظاهرة الترافية والسياحية صوف أفريقا والتي تهدف إلى إحياء الموروث الشعبي وتثمين مادة الصوف. ما عندنا مادة ما لازمش تطيش، ما لازمش نسلموا فيها كل شيء، المادة هذه إن شاء الله مع الندوة العلمية اللي باش نحكوا فيها كل شيء، إن شاء الله نزيدوا نحكوا أكثر على المشاريع اللي نجموا نخلقوها. هذه المادة لا تزال عديد الحرفيات تستخدمها مثلما أصبحت تتوارثها الأجيال لتشكل أغطية ومفروشات أتقنت صنعها أنامل الحرفيين والحرفيات. الصوف بالحق يلزم صغارنا زاد الكل يحفظوا اش معناها الصوف نتاعنا وكيفاش يتخدم وكيفاش ما نضيعوش وكيفاش منتوجنا يبقى عنا واحنا نحاولوا نصدروه ونخدموا به، ما نحاولوش نبيعوا المنتوج نتاعنا الناس اخرين، معناها يجوا يشيوه هما وبعد يعاودوا يبيعوه لنا، نولوا احنا من منتج للمستهلك ديريكت. ونطوروا في الخدمه نتاعنا شويه باش نستقطبوا اكثر الشباب، خاطر الشاب وقت اللي يلقى سالاري يساعده وقت اللي يلقى امبيونس دو ترافاي معناها باهيه راهو باش يكون موجود معنا، وهذيك هي الغايه نتاعي انا اليوم اني نحب ندخل معايا اكثر شباب. وزير السياحه اكد خلال اشرافه على فعاليات هذه التظاهره العمل على تثمين المنتوج التقليدي والمواقع الاثريه والمخزون الحضاري بولايه الكافة لدفع القطاع السياحي وارساء نموذج سياحي قادر على استقطاب الزائر التونسي والاجنبي. كل شيء متوفر، يلزم بعد معناها تبسيط الاجراءات باش المستثمرين والباعثين الشبان بالاخص اللي هما يحبوا يبعثوا مشاريع سياحيه ومشاريع تاع صناعه تقليديه كاداره نعاونوهم، كذلك مزيد الترويج وتثمين الموروث اللي عندنا هذا الهدف منه بطبيعه الحال نجعله من الكيف اللي هي قطب سياحي، قطب تاع السياحه مستدامه وسياحه بديله. ومن جهه اخرى اكد وزير السياحه دعم ملف الجهه لترسيم الموقع الحضري مائده يغرطه ضمن لائحه التراث العالمي لليونسكو.